السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع نتاع انشاء المقر نتاع ولايه جيجل، واللي شاهد الضخم يعني الضخامه تاعو، ويعني بهندسه رائعه. لكن للاسف بعد ما انتهاء كل الاشغال تاع الهندسه المدنيه بقي يراوح مكانه يعني لعده سنوات. يعني هذا شيء مؤسف ان مشروع هذا يبقى معطل الى يومنا هذا. ان شاء الله الاشغال تعود يعني تاخذ مجراها الطبيعي. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.